العوامل اللي كتخلي البروستات تضخم هو اولا كاين عوامل عندها علاقه بعامل السن، يعني البروستات هي ملي كتاخد يعني كتزاد في السن ديالها راه كتضخم بطريقه تلقائيه، وهذا الشيء تقريبا في واحد النسبه كبيره، تقريبا في واحد 80% كتضخم. الوغ يعني دابا داك من بين الاسباب الاخرى اللي كتخلي يعني العوامل اللي كتخليها تتضخم، كاين بعض المرات يعني الالتهابات اللي كيكونوا وقعوا لي فيها، يعني داك لي زانفيكسيون، داك الالتهابات، داك التعفنات اللي قدو يكونوا وقعوا ليها خلال 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 يعني داك السن ما بين يعني ديال 30 سنه حتى 60 سنه، تيوقعوا التهابات، كيوقعوا تعفنات، تعالجوا ما تعالجوش. اذا هذيك لا بروستات كيوقعوا فيها عاوتاني عندها واحد يعني واحد الضغط كيجيها من الهرمونات ديال الانتصاب اللي هي لا تيستوستيرون، كيخليو انها كتنتفخ، كتلتهب، كتولي يعني الحجم ديالها كيتزاد. فيما يخص احدث العلاجات ديال تضخم البروستات، يعني في الشق المتعلق بـ يعني بـ يعني بالتنظير او استعمال المنظار خلال العلاج، ولينا كنستعملوا الليزر في العلاج ديال البروستات في هذه السنوات الاخيره. الوغ هذا الليزر هذا فيه جوج انواع ديال الاستعمالات، عنده استعمال اما انه كيقوم بتذويب هذيك لابروستات، يعني داك النسيج ديال لابروستات كيذوب كاريمون، وبالتالي كيمكننا اننا يعني نوسعوا مجرى البول. والاستعمال الثاني ديالو هو اننا كنحاولوا بهذاك الليزر يعني نقوموا بالازاله ديال لابروستات كامله، يعني بحال واحد العمليه التقليديه اللي كنديروا في العمليه التقليديه كنحيدوها وكنحاولوا نخرجوها. اذا هذا هو الاستعمال الثاني. كاين واحد الطريقه جديده اللي هي بانت، واللي يلاه بانت في هاد السنتين الاخيرتين، هي اننا كنستعملوا بحال دي زاغراف، اللي كنوسعوا بهم المجرى ديال البول. الوغ لافونتاج ديال هذه الطريقه هذه هي ان ما كيكونش داك المشكل ديال القذف ما كيمشيش، كيبقى عند الرجل واخا كنديروا العمليه كيبقى عنده، ولكن هذه العمليه دي عاوتاني ما كنديروهاش لجميع الناس، كنديروها لبعض الناس اللي كيكونوا باقين في السن ديالهم، باقين صغار شويه يعني لا سينكونتين، واللي هما محتاجين انهم يتجنبوا هاد يعني الذهاب ديال القذف، ما يبقاش عندهم القذف ديالهم. البروستات العلاج ديالها يعني حنا كنهضروا على التضخم الحميد ديال البروستات، هو واحد المرض اللي عنده علاقه مع الحجم ديال البروستات. اذا التضخم الحميد عنده علاقه مع الحجم، اذا هذاك الحجم ملي كيتزاد كيضيق على المسلك البولي، يعني المجرى البول اللي هابط من المثانه وخارج للخارج، ملي كيضيق عليه كيبقى البول محصور في المثانه ما كيخرجش. اذا المريض غيبدا يبول مزير، غادي يبدا يمشي يبول بزاف د المرات، غيبدا ينوض في الليل يبول، البوله غتبدا تسبقو، غيبدا يلاحظ بان كاين الدم، غيلاحظ بان كميه الماني نقصات، غيحس براسو بانه يعني عنده بحال دابا التشواط الحريق خلال عمليه التبول. اذا ملي ما كيتعالجش هذا الشيء، يعني ما كنحاولوش اننا نعطيو ادويه في البدايه ديال المرض، المريض هاد الاعراض هادو غادي يتزادوا، فهمتي؟ المتانه غادي تولي يعني غادي تولي بلوز ابيس، غتغلاض يعني داك العضله ديال المتانه غتغلاض، غيوقعوا فيها بعض المرات دي فيرتيكول، يبانوا فيها دي ترابيكولاسيون، يبانوا فيها بعض الاعراض ديال لا سوفرونس، يعني ديال انها كتعاني. مرحله ثالثه غادي يولي هذاك البول كيطلع للفوق، كيطلع للكيلي، ومني كيطلع للكيلي عاوتاني غيبدا ياثر لينا على الكيلي، في مرحله ثانيه اثر على المثانه، مرحله ثالثه غياثر على الكيلي، والكيلي غيوقعوا التهابات، غيوقعوا تعفنات، ويقد داكشي يؤدي الى القصور الكلوي. اذا بيان سور خصو بدا العلاج يدار في المراحل الاولى، ونتجنبوا اننا نوصلوا لهادشي كامل. واش يقد يعني التهاب البروستاتا يعطي كونسير؟ الكونسير هو مرض اخر، يعني هو مرض اخر ما عندوش علاقة مع الالتهاب، ولكن يقد يجي مع الالتهاب. إذا حنا ملي كيوقع داك التضخم ديما كنحاولوا نتأكدوا بأن ما كاينش يعني الله يحفظ أن كونسير البروستات، كنقوموا ببعض التحاليل مخبرية، ديزيكوغرافي، دوزاج البيسات، توشي ريكتال. إذا هادو كيمكنونا أننا ناخذ واحد الفكرة على الاحتمال ديال وجود واحد السرطان، ونقدوا نزيدوا فحوصات أخرى باش نزيدوا نتأكدوا من هاد الاحتمال هذا.